بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عاشركا واكي كنتني اللحاد كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. وحباب هاي علامات كي أستامها لغو قرطو إلهي سبحانه وتعالى أدون كيسين وتعالي هاي علامات حب الله تعالى أستامين كتوسة هي إلهي تعالى كيس للعبد أدون كو تعالي هاي إيه والحث إن لسكو عربي ولسكو قباب شو على التخلق بها إن لغا دقن دكتو على التخلق بها أي بالعلامات أستامها إيه وحيابها كتوسة أدون كو إلهي إنو تعالي هاي الله نقول تعالي هاي إن لغا دقن دكتو لقود دالو والسعي إن لو سعود الله شقيستو في تحصيله هرقلين تيدي إيو إن علامتها لغا حلو. قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. باب كل حيطب نادي كتاب كي نقصه من رأي آيات دانية تفسير كذبا وحون هذا قدر إمامكو تكمل آيات والله غفور رحيم تاس لما سعوني باب كهوري نبي الله وحد قتل هذا إن كنتم تحبون الله هذا ألا تعيشهين فاتبعون إصور رع وطريق الدين كي قاتا يحببكم الله الله إذن شعلانيه ويغفر لكم ذنوبكم ذنبينا على ودافيا والله سبحانه وتعالى ويننا غفور رافي بدنا ويح رحيم حريص بدن. إذا مركز يهود إذا قل يهود ها إذا هذين أهل كتابك نحن أبناء الله وأحباؤه باي آيات سود كتب على إذا هذا سكستوا النقطة أحد والباء شكت إلهي سبحانه وتعالى إنه تعلي لنا أصبح تعلي هاي أي آيات قاعدة أو تهاي دعوتي سيوحو شيخت لغو بابيو أما أمراتي كعدة أحد كإلهي سبحانه وتعالى طريق سي طريق الرسول كتاغا هدو شيخت إلهي إنه تشعلو إلى الله إن شعلا إلى هذا والله قرابة يا أيادا كتوستي لكن أحد كطريق الله كلا يحضي إن دين كان كتو سنين هدو إلى إلهي باي تشعل وحاول لغورنا يا بل أنتم بشر ممن خلق سور رب كيري يهودي سورة ما إذا كشيخت الله إنه تشعلي هي من عرف الله أحبه ومن أحب وأطاع ويقعد إلهي روحي قانع قرطة وشعل هذا إلهي أحد كشعل وأطاع وعبده مرك إلهي بنا قانع من شعلي إلهي بنا شعل من أطاع وددي سقاد ما اسم قبته. وقال تعالى ربي وحير يا أيها الذين آمنوا كوا لي رسول برمي ومن يرتد منكم عن دينه أحد كني كلاب تدين كيسة فسوف يأتي الله إلهي وحول إيمانا يا بقوم قليو يحبهم الله وتعالي هاي ويحبونه الله نتشعل أذلة على المؤمنين ضدك المسلمين تؤدى بعسنا ونقول أعزة كوكا كانوا قدرا على الكافرين قال هذا يجاهدون كوها القمة في سبيل الله جد كيسية الدين كيسة ولا يخافون حقنا أن بقي أن كعب سين لومة لائم مد عنانتما يا عنانتي لومضوا وعنانتها المرأة واللوم مرة أي اللوم الليل هذا. إذن لومة لائم مد عنا يا أما عراتما يا أما دجالما يا دجال كدن كما يلهو الدين كي يستاجع وح والبول الشيء جبا خلق اعتراض كيسي بوش كيسي وح الشيء كتار يا آدم هديب كيسي الدعاية دي سمضنا يا ودين كلام بيكتوسان ذلك أرنك السجع إلهي سبحانه وتعالى نتعالى تلنا وكوش علاض مسلمين تأود بع سناتو قال هذا أكوك كناتو جدك إلهي أكود قال أنتو شيء حقا أنا أد أبارت كبك تو أذن كبر وح والبور دعاء ذلك أنت الله صور شيء تلما ما صور دمبا فضل الله إلهي ديرت كي قال ديوي يؤتي رب وحوش يا فضل قال سجع ما يشاء أحد كدون والله واسع علي إلهي نمد عند سبلارن طيب إرساقد يسيو ملكي يسيو وحبحين تسن حريص طيب بلارن طيب عليم أحد بلبن أك إذن وحو عليم وحياة دبتشوك تا سعادة إلهي نحريسي سفدقي سيا ديق ديسة يعني إلهي سبحانه وتعالى واسع الرزق والعطاء هالنقضو لكن وحو بحنا علم بكل سنية علم بكل سنية وميلو أقي هاي أو مضم ربك بحنا يا حديث كأبي ذر عند أحمد وحاكوي من أبي محمد باتضبا يدر دار مي أو وصي إيقردك وحا تضبا كمدها وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا وألا أخاف في الله لومة لائم باكمد هي ونبي وفري شيء حق إن شيء كؤدمه هذو دون هبا خرارا أما حرارا وحتى هذا والروح أن أشيء يهرب صدو أنا وأدب أن كلا كلمه وألا أخاف في الله لومة لائم إلهي حقي سي كلمة ضبط أي قرتي سي حقي سي إن أنا
oga baydhanaan iyo dhibba ka soo gaaraya idan sidaas la doonayo qoliyaha marka ayadu waxa ku soo dogtaa la yiraahdaa sayyidna Abu Bakar Siddiq iyo asxaabti la socotay la halgamay murtadiinta meel saaray ee diinka Ilaahay ku toosay qolihi waxay ku gacan saydaysa oo ku gadaal xoreysa reebanu midlij iyo reebani xaniifi reebani asliya qabaailka reebani fasaariya qabaailka carbada ridoobay ee sayyidna Abu Bakar uu dib diinka ugu soo celiyay khilaafadii sayyidna Umar hal qoys oo reeqasan loo oran jiray oo nimanka uu ka dhashay ninkii shaacirka ahaa ama ninkii boqorka ay loo oran jiray Jabal ibn Ayhamid garanayseen gabayga dheer ka tagi jiray ee qolihaasa jira ama ayadu ciday ka hadlayso waa Abu Bakar Siddiq iyo murtadiintii uu la dagaalamay qoliyaha Allahna jecel Ilaahay uu jecel yahay waa Abu Bakar Siddiq waan macahu waxay ku soo degtay oo sabab khaas la sheegay Abu Musa al-Ash'ari iyo Tulki waxaa ka hadlay oo yamaniyiinta ah waxaa ka hadlay sheegay Salman al-Farisi iyo Tulki intuba waa la sheegay ayadu aayada waahid ka ana fi culum al-Qur'an waxaa banaan asbaab badan inay ku soo degto aya waahida tajma'u asbaaban mutaaddida way banaanta ismara diiday intaas oo sababa muhiimadu marka waa maxay qoom goona hadda la magacaabay ma jiraan sifaadka axadka laga helaba ayadu way taabanaysa asagayna khusaysa haduu san yahay haduu xun yahayna inta xun buu ku jiray ayadu ay ka hadlayso wa aan nabi rasuul radiyallahu ta'ala an idan muxuu shaqo ayadan dambe u keenay baydu wuxuu u keenay calaamadaha ku tusaya ilaahay inuu ku jecel yahay waxaa kamida inaad muslimiinta u dabacsan tahay gaaladana aad ku kakan tahay waxaa kamida jidka ilaahay inaad ku halgamayso ku dagaalamayso waxaa kamida kelimada xaqa inaad abaarayso oodan dadka waxba ka danaynaynin oodan aan ayaga aadan oga laxeynin xaq ama wax ka sheegan ama ku amaanan ama dhib ku geystaan ama kugu xumeeyaan idan inaha soo dhan baa kamida wa aan nabi hurata radiyallahu ta'ala anhu qaala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay wuxuu yiri inna allaha tabaaraka wa ta'ala qaala rabbigan wuxuu yiri من عادى لي وليا من عادى روحي لعليتما وليا قعل ولي أنك إيه هذي ظرف كبال هرمري عند علماء البيان عفوا علماء المعاني أو العربية من عادى وليا لي بأيهي ظرف كجار مجرور كبهرين لقيي مفعول كنا قدال أيال لقيي ليفيد الاختصاص ليفيد الاختصاص من عادى وليا خاصا بيوي عدوا لغيري وأدون أنك قعل إيه cadowga mus ilaahayna cadow ah man caadaa lii waliya adoon aniga gooni ii ah oo aniga caabudo oo wadadayda qaada oo xaqa ku toosa ilaahay inta ku kufridana la culloobo fa ina allaha caduwun lilkaafiriin idan man caadaa taqdiimka macmuulka wuxuu keenayaa ikhtisaas ama xasri bu faaidaya man caadaa lii waliyan haddaad tidhaahdo iyo man caadaa waliyan lii way kala xeel dheer yihiin fii culuumi alcarabiya isku mid ma aha faqad aadantu waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal baan ogeysiiyey oo lala dagaalamayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ninku la dagaalamana hadde wuu rogmanayaa axad ilaahay ruucaad kula dagaalamo waa rogmanayaa aakhariya adduunba riwaaya xadiidku wuu leeyahay man caadaa lii waliyan faqad istaxalla muxaarabati waynu soo maray baabkii hore inuu soo sheegnaan ku soo maray faqad istaxalla muxaarabati dadka saalixiinta ahlu khayrka ee culummada iyo mujaahidiinta iyo awliyada ilaahay iyo ahlu khayrka ciyaalu cibaadada dadka alla kaaga dhow ee wadada alla ku toosan axadku dooni ha noqon sagiir iyo kabiir lab iyo dhadig caalim iyo ciroole kala qaad la'aan jinsi kuma xidhno ilaahay wadadiisa inuu ruuxu ku toosan yahay unbaa sharti ah axadka la dagaalama ilaahay dagaalkiisu banaystay istaxalla muxaarabat allahi subxaanahu wa tacaala ciyaadan billah riwaaya xadiidku leeyahay man adalla lii waliya man adalla lii waliya meesha man caadaa lii waliyan waxaa ku timid man adalla lii waliyan ruuxi dullaysta aniga axadaan jeclahay ilaahay wuxuu kugu jeclan aayad hore kuu soo sheegtay waa maxay in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii baa lagugu soo sheegay marka saasay isku daba taagan yihiin wamaa taqarab ilayna waxaa laguu sheegay marka seed ku noqon karta ilaahay weligiisa ilaahay gacalkiisa alwaliyu waxaa laga keenay min alwalyi wahuwa adunu walqurbu axadka alla u dhow ee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka cadhooda ka cadhooda wuxuu rabbi jecel yahay jecel ee wadada rabbi ku toosan baa weliga la yidhaahdaa kuwa idinku idin magacaaban ee iska sheegataan ee sidiyaalkii ziyaaradan iska ururan jiray inay shayaatiin acdaaullaahiin baa laga yaabaa daayib sida badanna saasay iska ahaan jirtay waaga hore wamaa taqaraba ilaya cabdi addoonkayga iguma soo dhowaado bishayin shay yacnii ay bicamali camalu addoonkayga igu soo dhowaada ma jiro axabba laga jecelay ilaya xaggayga mimaa kii xaggii iftaradtu calayh aan ku waajib yeelay
addoonkaygu camal igu soo dhawaado oon ka jeclayn ma jiro inuu la yimaado wixii aan ku waajibyeelan ku farad yeelay. Wamaa yazaalu cabdii addoonkayga ka zuulima yataqarabu ilaya inuu igu soo dhowaanayo binawaafili sunnooyinka, sunno xaj, mid cumro, mid salaadeed, mid sadaqo, yacni sunnooyinka aan waajib ku ahayne kheyrka daacaadka ah, inuu addoonka igu soo dhowaanayo ka zuulima xataa uxiba, ilaa aan ka jeclaado. Waajibaadka waad meel saartay iyo faraa'ishi sunankina waad ku dartay, ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku jeclaanaya. Faidaa axbabtu, haddaan jeclaado, kuntu ilaahay waxaan noqonayaa buhu samcu, maqalkiisa, alladii maqalkaasoo yasmacu bi, dhagihiisu wax ku maqlaya baan noqonaya. Yacnii khayrkan maqashiinaynaa, wanaaggaanu maqashiinaynaa, kitaabka rabbigaybuu markuu dhagaysa dheefsanayaa, dhagtiisaa duxaysa, qalbigiisaa qoyaya, ilaahay baa dhowraya wey, addoonku waa ilaashanaya rabbi subxaanahu wa tacaala. Wa basarahu, araggiisi baanu noqonaya, alladii araggaasoo yubsiru bihi, wax ku arkaayo, indhihiisuna khayrkay arkaan, xaqay u hiiliyaan, xumahay ka sariigtaan, waa indha laabaa, addoon edebilo anshilo noqonaya, ila ilaahay baa dhowranaya. Wa yadahu latii abtishu biha, gacantu wax ku qabanayo noqonaya, gacantaadu waxaa loo jeedaa addoonku markuu ilaahay ku xidhan yahay oo addoon wanaagsan noqdo, ishiisa intuusan wax fiirinin buu ka fikiraya, ma banaanta waxaani inaad eegto misama banaano, waa joojinaya. Dhagta dadkan warkood inaad dhegaysato ma banaanta misama banaano, dhagtiisu way xukuman tahay, araggiisu uu kontaroolan yahay, gacantiisu edab bay leedahay, shareecada xukumaysa, macnahaasaa laga wadaa. Wayadow, gacantiisi baa noqonaya, allatii gacantaasu yabtushuba, wax ku qabto, wax ku qaato, gacantu ku adeegtana wax xalaala wax banaano buu ku laacaa, wax xaarantana waa ka istaagaa, ilaahayna waa ku dhowraya. Wa rijlahu, adinkiisu lugeed baa noqonaya, allatii lugtaasoo yamshii biha, uu ku lugaynaya, khayraadka u dhaqaaqayay. Riwaayaadka aynu soo marnay, wa fu'aaduhu alladii yacqilu bihi, waxaa noqonaya wa fu'aadahu alladii yacqilu bihi, iyo qalbigu wax ku garanayo. Anaga soo maray xadiidka riwaayadiisan iyo aayadihii qur-aanka acraaf suuratul xaj, meelo badan waxay tilmaamayaan wax lagu gartay ee wax kontarool waa wadnaha, maskaxda ma aha. Fuqahadu way ku dagaalameen, xanafiya shaaficiya isku maandhaafay, caqligu iyo garashadii garaadku maskaxdu ku jiraa iyo madaxa misaalkan u fadhiyaa. Dhakhaatiirtu waagu hore u wareersanaan jireen oo sida xanafiyada waxay lahaayeen madaxu fadhiyaa, qur-aankuna weligii wuxuu caddeeyaa caqligu iyo garashadu waa wadnaha weeye. Xadiidkuna muxuu ku yidhi, wa fu'aadahu alladii yacqilu bihi fainaha laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluubu allatii fi suduur. Qur-aankuna quluubun yacqiluuna biha, waad ku garanaysaan bay ila tahay, yacqiluuna biha aw aadaanu yasmacuuna biha, quluub. Idan meeshan way meesha wax laga garto. Hadda dhakhaatiirtiisa u socdeen waxay dhahay qur-aankaa saxa, wuxuu oro dhan waxa kama jira, dhowr kun oo la soo waday waxa weeye ilaahay waxyigiisa weeyahad. Ayib, maskaxda wax yar bay ku leedahay oo boqolkiiba toban ay dheheen kuwa jarmala oo isu tago boqol ah, boqolkiiba toban bay leedahay garashada. Wax garashoy maskaxaysa ma jirto. Indhaha iyo dhaguhu xawaasta shanta ee marka waxay maqlaan ama ay dareemaan baa soo gudba maskaxday sii maraan, maskaxda way filtraraysaa. Ninka go-aanka gaadhaya amiirka meesha fadhiya indhahaas daba dhigaya waa kuma odaygan meesha ku jira wey, odaygan qalbiga wadnaha la yidhaahda ayaa go-aanka iskale. Maskaxu waxay qabataa keliya furuucdeedii iyo laamaheedii taagna xogtay soo ururiyeen in la sii mariyo transit, waa habeen dhex baa loo sii mariya, ama waxaa kala reebo ama wuxuuna ku darsado go-aanka iyo taxliilka iyo howlo dhan waxaa iskale qalbiga, halkaasi baashu fadhida. Walisaanahu baa noqonaya alladii carabkaasu yatakallamu bihi, uu ku hadlo carabkiisi buu dhowraya, ilaahay buu xusayaa. Idan xadiidku riwaayadkaasu watay, wa in sa'alanii, hadduu i weydiisto oo waxay acdayto waan siinayaa, walin istacaada biina, waynu soo mar riwaayadii kale ahayd, walin istacaadani, hadduu wax iga magangalaana, la uciidannahu, wallee waa badbaadinayaa, waa magangalin. Rawahu lbukhaari, bukhaari baa xadiidka wariyey. Wamacnaa aadantu waxa weye, aclamtu waxaan ogeysiiyey, biannii muxaaribun lahu, inaan la dagaalamayo. Wa qowluhu istacaadanii ruwya bilba, ba baa la wariya, istacaada bi baa la wariya, istacaada bi meesha nuunka. Wa ruwya binnuun, nuunna waa la wariya, oo dota idin dhigan wey, aniga hadda ii dhigan, wala idin istacaadanii baa ii dhigan, waa isku mid. Natiijatu xaggey ka timaada marka cadaawadu, cadaawada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay ka timaadaa
محاربته ونتيجة العداوة عداوة ونتيجة للمخالفة سيدوا إن هذا فانتان هذا قرر وإذن صوت المامي إلهي سبحانه وتعالى مركات خلاف طريقي سي أتكوك عن سيدو أمر كي سيدي دو محاد نقول إيسا عدو إلهي عدو إلهنا محمد هاي إلا لدقى اللهم وإنه إسفان العداوة ونتيجة المخالفة مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى محاكدشة إن هذا إلهي عدو نقطه لا تتخذوا عدوي وعدوكم فإن الله عدو للكافرين إذن عداوة إلهي وحكاد الله تائن لخلافه أمر كيسا لخلافه لعاصيه نهي كيسا لغدعه وحوكار ريبه لغدتوه وحوكو أمره عداوة هل كاسي كاد الله تائن مخالفة الأوامر وارتكاب النواهي وحاكدشة عداوة الله سبحانه وتعالى عداوة الله هنا محاكدشة محاربة الله من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب وعنه مركا الله يسكى إلى ليو نتيجة المحاربة الله نوام حي إله دو كل دق الله محاكدشة النتيجة هو الهلاك والدمار النتيجة هو هلاك يا باب يا إنا وحقوه هجاي وايو صوفي حنجد سجنت وحقوه صعن مهيو وحبات كل فريسة عادي دور كان ويكلا توست ولا قاد مني يا سدان دري من بالولاد دا قال لهم يا وحسكوك راعي مجرو ما قال حقوق بين رضا وحلو كل جوني حنقول لها لو كتابنا يا وحوي قابا دان دري من بالغوب بين يا أذو عذابك وين أنا بكسوي عيادا بالله مرك الله إسكا إلى ليو حد جود بكدينيد يدتك أهل الدين كا لو حد جود بإسكا إلى ليه وعنه عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحور إذا أحب الله تعالى العبد إلهي أضو أضون شعلا هذا نادى جبريل جبريل بن ربي ورواقيا إلهي أضون محكو شعلا نيي ترتيب كنو ووضع أحاديث وترتيب مناسبات وحل أركيم ما حديث كرم حكوكو شعلا وحيابو ربي كوكو شعلا نيي محاكو كاها إن أتكو هقاكتو إلهي وحكوكو فرضي إلي وحكوكو ربنا أتكفقاتو سنوين كان أطبديسو نوع الببالي طيب مركز ربك إذا أحب الله تعالى العبد إلهي أدوزادون كيسج على هذا نادى جبريل جبريل بن ربي ورواقيا وقاس كما رأيكتا إن الله سبحانه وتعالى يحب وحوش عليه فلانا بن ربي كليه نادى جبريل الله ورواقيا وحديث حجة على جميع أهل البدع ورن ببابعنا منادة الله ويديديه محبة الله ويديديه يعني وحاويا دينك إله ورن بيكوت مريا نحركي أيوم معانك إيرادنك ورنب الدينك كسارية نادى جبريل أبو إله ورواقية حنو ورنا إلهي سبحانه وتعالى إن الله تبارك وتعالى يحب وحجعلي فلانا أدونك سيهب لها فأحبه جبريل وتشعلو علمد الدليل الشداء علمد الدليل الشداء إن ملائكت أي بشر كفت بضانتهاي خاصة جبريل أوهي أفضل الخلائق بالإطلاق بحديثك الدليل الشداء علمد قباد الدليل الشداء حديثك إلهي مركو أدون كرها لنقضه أحد كوباد رب الشيء ومرقشنا يواكما وجبريل بيده حديثكم واكو عادي هاي أحد كقيمة بدن جبريل عند الله هدو جرو أسأل له الشيء قلها بيجا هذي وركو ورسالا ما عيلي كلام بيبا أنت الله ففاي فأحبه وشعلو فيحبه جبريل فأتفرع واحد يجرتين وي جبريل با شعلانا يا هدي اللي شعلو اللي يري وأسكو دماتي جبريل دوام هو ملك إله أن عاسينين وملائكته واسكودية أضيقودية مركة وشعلانية فينا محاكينية وشعيل كورن سيجري مركبة إسبدالي محوية أحد كاذو أتشعش هاي روح ورام بأذو أذن أقونين هدوك نين كاني أنا أردالي إسلام مركبة شعلانيس دوكو نين كاني واساحيب كي إسلام مركبة أوتوماتي والمركب واتك قبسان ليس هو وده دايسان فرات كم دايسي أما سيف عن ماذا إسلام مركب وعسى واسع بعد نقولي وده سبدلي وجه قات فوري وجه سداها ساس النقولية قعنت سداهيت وادفدنا إيسا فريقها وادسيف عن بعض نينك وادقيل قيري محاكيني نين أتعيش شيء وحول أنا ضليب كويري ولا لك ويو كويري ونن أهل خير نما إلى هدرت وحلو ننكم بابا وبشيخي وننك أهل خير نما صابك يقوها
idan jibriil su'aalama jeclay allihii uu jeclaa baa yidhi addoonkaasaan jeclay jeclow otomaatig waa isbedelay fayunaadii jibriil wuxuu u dhawaaqayaa ahla samaa'i samada dadkii jooga oo dhan malaa'igu weeye ahla samaa qolyaa hadda icjaz cilmi ka hadlana makhluuqaad kale bay sheegay in malaa'igta ay la weheliyaan aayado qur-aan ay deliishadeen oo suuratu naxl iyo meelo kale ku jira iyo soo qabta aayaddii ilaahay waxa u sujuuda wixii cirka jira min daaba aayadda ahayd suuratu naxl wailaa yasjudu maa fi samaawaati min daaba la yidhi min daaba min daabadan waxay dheheen labadabay u laabanaysa cir iyo dhulba daaba haddii la sheegana waa xayawaan kale iyo noolo kaloon malaa'ig ahayn bay dheheen samaawaadka malag base ma jiree xoolo xataa inay ku nool yihiin baa dhici kartay dheh warkaana wuu socdaa meel la geeyaba fayunaadi jibriil wuxuu u dhawaaqayaa ahla samaa'i cirka dadkii deganaa ee joogay sukaanu samaa ee fi ahli samaa dadkii samada ahlkeedaha oo malaa'igta ah muxuu odhanaya jibriil ina allaha tacaalaa yuxibu fulaanan malaa'igay war maydan dhabay maya ilaahay fulaan hebel buu jecel yahay fa axibuhu idinkuna jeclaada fayuxibuhu ahlu samaa samada dadkii deganaa ayaa addoonkii jeclaanaya uma yuudacu lahu addoonkii waxaa loo soo dejin alqabuula kalgacayl iyo maxabo fi lardi cinda ahli lkhayr wey biitifaaqi ahli lcilm ahlushirku way ku necab yihiin dadka ahlu khayrka ahlu shirku waa necab yihiin dadka laga hadlaayo ahlu lardi waa caamun uriida bihi lkhusuus oo ah loo jeedo waa ahlu lkhayr saalixiinta dadka suubanee wanaagsan baa loo jeedaa biijmaac ahli cilm uma yuudacu waxaa loo soo dejin intaa markuu ilaahay jeclaado oo rabbi uu hawshii sheego oo jibriil loo sheego jibriil isagu jeclaado oy malaa'igtu ku jeclaato adduunkaa loo soo wareejinayaa ilaa cirkana laga xukumaayo alqabuula alqabuul qaafka haddii la kordhabo waa alwuddu waalmaxaba waa maxabo iyo jacayl iyo raalli noqosho dadka ahlu khayrka markay qalbigaada mid ku arkay iyo midaan ku aragba iyo mid magacaada maqlay kulli waxaa lagu gelinaya qalbigooda jacayl baa lagu gelinaya wadada ahlu khayrka ee wanaagga jecel baa laga hadlaaya alqabuula ay rida waalmaxabata waalwudda fii ahli lard muttafaqun calayh wa fii riwaayati muslimin riwaayada muslim waxaa ku yimid qaala rasuululah sal alay wasalam ina allaha tacaala idaa axaba cabdan ilaahay hadduu addoon jeclaado dacaa jibriila jibriil buu uu u yeedhaa jibraa'iila iyo jibriilba waa waa la akhriya waa ogtiin qur-aanka hataa qiraa'aadka dhibma laha laakiin ahlu sunnuhu istilaaxooda waxaa u badan inay isticmaalaan jibriil shiicada iyo rawaafida jibraa'iil yidhaahda rawaafida iyo shiicada iyo daarta jibraa'iil bay yidhaahdaan waa calaamaha hataad ku kala garan karto culays kuuma hayso daadaad nin ka shikido malaa'igta yaa oday u adheh muxuu ku leeyahay jibraa'iila shiici baa tahay dheh waa curfi iska khaas inuu isbedelaha waa laga yaabaa laakiin hadda sida loo badan yahay ilaa weligeed ba ahayd ahlu sunnu waxa badnaa inay yidhaahdeen jibriil jibriil jibraa'iila oo sax ah carabiyatan wa riwaayatan wa qiraa'atan sax haddana waxaa u batay inay isticmaalaan shiicada okay alimaam abu cali bn abi hurayra wuxuu aaminsanaa in salaada subax la qunuudo yuu aada u iltizaami jiray waddankiiu joogu ka tegay dhul ay ka taliyaan raafidadu ayuu tegay ahlu sunnana ay joogaan wixii ahlu sunnan qunuuday nin buu arkay salaada fajarka raafido iyo shiicana oon qunuudahay dib dambe u qunuud maaya buu yidhi uu joojiyey marba hadday calaamad u noqotay buu yidhi masale iska farci oo iska dhib yar weeye laakiin hadday ahlu bidic u bateen buu yidhi waxay ay ahlu bidic u doorteen ahlu sunna ooga tageen bay qabtaa buu yidhi qunuud dambe iguma ogeydiin shayska asaloo iska bannaan baa dhan qolyo u badan hayaan oo dadkii fiicnaa kuwa xumaana meel kale ay aadayaan marka waa dareen dadka ahlu khayrka ay qaadi karaan idaa axaba cabdan hadduu ilaahay addoon jeclaa dacaa jibriila horaan waxaad soo martee naadaa jibriila baad soo marteen jibriil buu ilaahay u yeedhayaa waa ducaau nidaa'in labada riwaayad saad iskugu fasirto faqaala rabbi wuxuu odhanayaa inuu uxibu fulaanan ilaa faqaalada kuu cadaynaysa inuu uxibu hebel baan jeclay fa axibahu jibriilow jeclow fayuxibuhu jibriil jibriil baa jeclaanay uma yunaadii jibriilu fi sama jibriil baa cirka ka dhawaaqaya fayaquul wuxuu odhanayaa jibriil ina allaha yuxibu fulaanan fa axibuhu ilaahay hebel buu jecel yahay idinkuna jeclaada haddee maxaa idiin yaalla fayuxibu ahlu samaa
cirka dadkii deganaabaa jeclaanaya. uma yuudacu lahu lilcabdi almaxbuub, addoonkii la jeclaaday awlmuxab la jeclaaday baa loo soo dejiyay. alqabuula ay ridaa, walmaxabata walmawadata fi lard, ay fi ahli lkhayri min ahli lard, dadka ahlulkhayrka ah ee dhulka jooga ayaa qalbigooda maxabo loo gelinaya addoonka asaga. uma yuudacu lahu lilcabdi, waxaa loo soo dejin dhulka la keenaya alqabuul, in la aqbal, bimacnaa in qalbigooda uu ku dego, ay jeclaadaan, ay ka raali noqdaan. fi lardi, dhulka. waidaa abqada cabdan, walcaksu saxiix, waidaa abqada cabdan, ilaahay hadduu addoon necbaado oo ilaahay addoon uu naco, sifatu lghadab walmaxaba walrida waa min asifaat alficliya, yafcalu idaa shaa wamataa shaa wakayfa shaa waliman shaa. idan sifaatkii ficligaha ama ikhtiyaariga asifaat alikhtiyaariya la odhan jiray weeya, kolba camalka aad ku sifaysan tahay, ku tilmaaman tahay iyo xukumkaadu ku xidhan yahay. haddaad toosan tahay, xilliga ayada rabbi waa ku jecel yahay. haddaad xumaato, rabbi waa ku nacahayaa. wixii rabbi kugu naca dad ka toobad keentood soo noqoto, rabbi waa ku jeclaanayaa. hawshu sidaas wey. waidaa abqada cabda, ilaahay addoon hadduu naco, dacaa jibriilu, rabbi u yeedhayaa, fayaquulu, rabbi wuxuu odhanhayaa, innii ubqidu fulaanin, hebel baan necbahay, ee fa abqidhu nac, nac aduguna, fa abqidhu nac, oo midka asaga ah qalbiga ka nac. fayuqiduhu jibriil, jibriil baa ninkii axadkii nacahaya. uma yunaadii, jibriil baa dhawaaqahaya, fi ahli samaa, ay fi lmalaa'ika, cirka dadkii deganaa buu ka dhex dhawaaqahayaa, wuxuuna odhanayaa, ina allaha ila weyne, yubqidu fulaanan, hebel buu ilaahay nacay, xumaantiisuna u nacay, fa abqiduhu naca, ayaguna hadda go-aanka waa qaateen wey. uma tuudacu lahu, addoonkii waxaa loo soo dejinayaa, albaqdau nac baa loo soo dejinayaa, fi lardi, dhulka, nac baa loo keenaya. yaa nacahaya? bini aadan oo dhan mise ahlukhayrka? ahlukhayrkaa nacahaya, inaad fahantaan wey. ninkii samaayaa jeclaaday ahlukhayrka saalixiinta, ka xunayaa nacahaya, ahlukhayrka garanaya waxa inuu xun yahay baa nacahaya. fajarada iyo daalimiinta iyo fasaqadu, nin walba ninku ku xunyabay ka jecel yihiin, soo ma taqaanaan? mid walba midku ka shaydaansan yahay baa ay ka jecel yihiinba. marka dadka laga hadlayo waa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maro gashado, ee makhraati kaca, ee shafaaco qaada, ee maragooda la qabta akhariya adduunba. dadkaa waa dadka laga hadlaayo, inaad saa u fahantaan baa loo baahaya. ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati sayajcalu lahum araxmaanu wudda, baa xadiidka lamid ah, aayaddaa la macnaa xadiidka. dadka ayaga ah ilaahay baa kalgacalaya maxaba u yeelaya, waa loo gelinaya. nabiyullaahi wajcalii lisaana sidqin fi laakhiriin. idan hawshaasi marka, idan addoonkii ilaahay uu jeclaaday maxaa laiskugu daray? wadaaddu waxay sheegeen qolyaha maqaamaadka ka hadla, saddex xubi baa jira: alxub alilaahi, walxub alruuxaani, walxub altabiici. saddexdi baa laisku kaa daray. alxub alilaahi waa maxay? waa ilaahay kalgacalkiisa ku jeclaanayo, xubbiga ilaahay, ilaahay maxabadiisa iyo kalgacalkiisa addoonkiisa jecla waa ka duwan tahay midka kale, bini aadamka iyo midka malaa'igta uma dhowo. alxub alilaahi baa la yidhahdaa. maxaa kuu soo haray? malaa'igtaa ku jeclaanaysa. alxub alruuxaani, lianna malaa'igtu waa maxay? waa ruuxaaniyiin, ma aha ardiyiin culculus, waa nuuraaniyiin wey. alxub alruuxaani na waad heshay. maxaa kuu soo haray? alxub altabiici, dadkii saxaariya kaadi lahaa ee curus cuslaa, ee carada laga abuuray, ee sakaraadkaana way ku jeclaanayaan. xubbi kii u sarreeyey iyo kii u hooseeyaa laiskugu kaa daray, iyo kii dhexe. maxaa kaa maqan marka hawshu iskugu kaa toostay? ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu jecel yahay nagu daro. wacan caaisha radia allahu tacaala canha ana rasuulah sal slam qaal, ana rasuulah sal slam bacaa nabigu wuxuu diray, tiri hooyadeen, rajula, nin buu diray, ninkaa waa laysku mandhaafay. wadaadda waxay dhan waa nin la yidhahda Kurz ibnu Hidm oo ansaari ahaa. Kurz ibnu Hidm bay ku sheegeen, wadaad ma ee waa Kalthuum ibnu Zihdam, ibnu Zihdam aduu Kalthuum wey, Kurz labada waa la sheegaa. sidoona noqotee waxa weeye, xaafidku wuxuu sheegaa xadiid ku asaxay ma arga, laakiin riwaayaad baa ku yidhi, dhowr uu sheegaa, dhowr riyoo sheegay. aalmihim waa axad min asaxaaba. ana rasuulullaahi bacaa, wuxuu diray suubanuhu,
رجلا بو ديري على سرية لغمرود عيدان ير بقول إلى شم بقول باسرية اللي دادا عيدانك مكو بقول قارو يوحي كبضان باسرية اللي دادا إلى شم بقول إلى شم بقول سديد بقول هدو داف أما قارو جيش با اللي دادا أفركن هدو قارو جحفلي جحافل با اللي دادا وعيدان سقار بختيس أنا وانغانا لغمرود إيو حوغو ورحان إيو هرين إيو هولا بضان بينو لينا سمالو ويكالي غانا مقاعية قولي الدولدة هي صومر أيو عساكرتي منظم كايدنا يوم هولا بدن ببي قانا لكن هولا هني إسكا رقطة ها با ما قاعد بدن بقولنا قانا با سريعة مرة قولي واحد دان واحدا كهبين كبحة لأنه يسري بالليل ما لما هضوب بحو نهارية اللي ذا بعده باش سكوما خلدنا نهارية قولي ما من السرعة لجمع كين وحلاق كين من السرية واحدا يرو سيان لدروف إنه أبح صدق أبح منافقين تي جواسيس تقول ما هي إذا بنديرات لو جنتو فربضان أو دور بقول يا الأركاي بقول قول دوبنا هبين إسكت بقى أما قلب إسكت عرابي لما أجاهدو من السر أما من السرعة صقورة ماها هاي قورة لقى كنا ما وقرين بلقى كنا الله إسكوا يا علي اسمها على سرية عيدا ير أيو عيدا كسرية ذا unu kamida marku goon loo saar ya baati la siiraada tafasiil badan ba iska jirta baatha rajulan bu nabigu diray ala sariyatin bu amir oo ga dhiga koox yar oo duusho muslimiina yu nabiga amir oo ga dhiga fa kana ninka wuxuu ahaa yaqraw ki waakhri tujiya yaqraw ki waakhri li ashaabi muslimiin til suuday fi salatim salatu quraan ku akhri jiray yaani salati bu quraan ku akhri faatih wa akhrinaya surat kala wa akhrinaya kadibna qul walu kadaba geeyni fa yaqtimu قراءة وحكوك جب جبين شو كوك بنا جري بقول هو الله أحد سورة الإخلاص فلما رجعوا مركز الله أبتين ذكروا ذلك لرسول الله بعد الدين تضيع دعوه هؤلاء الدنيا ما يسأل النبي أنت بدو ما يشيل كتير ضن كما يسأل هاي هذه لكن مسألة دين التماطه هو ملاحظة أي كجش محكر راعان نبي يقول من شري هذه أمير كوه خلده إن يقن عيان بيسكو ده يشترن هذا يكري وين نبي كتشاد يشكو دعوين شرين لأن هؤلاء جنة دوي تانا جاوجو سنما ما هو مثلا عضي سنيسا إلا هو عهد التشريع فلما رجعوا مركز سوى الله بتين ذكروا ذلك أرن كاسي أشيغين أو محوها إن صلاة والبوقل والكو أخرنا ينكا وإن تفات آخر أو سورة كلا آخر أو كدري رواية كحد يقول ويد دعوي وعيد ويلا دود وعيد وعاد يليسا لا مديل ونيه هو أما قل والكو قابسو قل والله هو قابس ما كان فاتحة آخر ذو قل والله آخر يوند ساكو ديس أما قل والله سورتك عفوا فاتح سورتك راعو قل والنقدة فاتح الآخري سورتك لا توقبا كدبنا حيث قبنا نذي كوكا بقبين سيدي صلي قل له من جد دعوينك قل والله هو شي بيقون سوا هو القعصب نبي محمد ما يسن كو أرق صحابي كلا ما يسن كو أرق نين كان يكو أرق فقال النبي وحول السلوه ويدية انت لا دوده يسام ما ويدي سان وحو سمينين روح بقى لو ويدياي سلوه ويدية لاي شيء ما حيبو يصنع اسمين يا ذلك ارنكا سام حد يو لي سام حد ويدي فسالوه ويديا فقال وحوري لانها سوره ايدا سوره اخلاص صفه الرحمن عليه الرحمن تلمان تسوي عليه الرحمن تلمان تسوي صفه الرحمن جهميه معتزله هرت اله الصفيه وصف امي او غلو قولها لذا صفاتيه أهل الحديث كأيو ما تريدين أشعرية أنت صور رعضانا صفة وإسكو قبتين وحاوبا ما تريدين أشعره وحاوبا إن أي كالقادان صفة وصف أي كالقادان الصفة والوصف أي كالقادان بخاري باكالقادان في كتاب خلق أفعال العباد أي أبا لكن بخاري طريقة أشعر ما تدمو ما أمن سنة وخلاف سنة أي وحيدة هذين قل يا هنكلي أهل البدعة وحيدا أن وصفه وإن أروح وحكت المانتو الوصف وإن أترد هبل وديقسي هبل وقيسي هبل وصلات بدن يهي هبل الله وشعل يهي دين كون نعب يهي هذا روح وحكت المانتو وصف بالله هذا وصف بالله هذا شيء قد كت المام يسي قد يسنا صفة لله بيدي هذا صفة الليداد مطلب حتى هبل واقيسي وصفته بالشجاعة هذا هو الوصف
waxay dhahaan marka alwasfu waa qawlul wasifi, qawlul wasifi. Wasifatuna waa maxay? Asifatu waa macnihi. Hebel waa geesi, fulan waa shujaac, waa wasfun. Washajaacatuna waa sifa. Saas ayuu kala qaadaa ahlu sunna waljamaca. Waa runtiin alwasfu waa qawlul wasifi, asifatuna waa macnihii ku qumahayay mawsuufka, tilmaanti ruuxi aad tilmaamaysa laga helayay wey. Marka alle hebel waa geesi waa tilmaantay, waxbaad ku xariirtood ku ammaantay, wixii samayntuu samaynaye uu ku tilmaamayo laga helayna waa maxay? Waa sifadii. Laakiin mararka qaarkood baa la yidhi alwasfu qad yakuunu huwa sifa bayna ahlu sunna, wasifatu qad takuunu huwa alwasf. Waa laba masdar bay dhaheen, culays ma laha. وزن يزنو كلاوي وعد يعدو كلاوي وعد با نو دخي يعني وعد با نو دخي يبا بلان قاد با نو يعد هذه العده والوعد واشيان كصفه والوصف. الوزن يا الزنه واسكمت ولاب شيء marka waxay dhahay ahlu sunnah kolba waxa eegaysa maqamka aad taaganta wasfiga hadii looga jeedo tilmaan ruux la tilmaamayo waxaan leenahay الوصف وقول الواصف مرنا وصف وحن نقول كرا تلمانتي قد هذه الصفات روح لقول تلمام يا قد تلمانا يا كالعلم والقدرة. فلان عالم ووصف علم بولي هينا علم بولي هيا وقد تلمام يا والعلم والقدرة نوام حي والصفة. إذن سحابي وركيس ولا بضبا ما حين نقول كرتا لبضا معنا با لبضبا لأنها وصف الرحمن بيكون غنقر تايو سورة إخلاص وحي تلمانتا الله تلمانتا قل هو الله أحد إلهي واكلي الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني و سورة وحي تلمان الله أو ووصفي لأنها صفة الرحمن لأنها وصف الرحمن بيكون غنقر تا وأنا معناها ظاهر كأ وانا معناها الظاهر كو سوره الاخلاص محيط المانتي الله رب العالمين بتلمات تلماما القران كو ايمان نبا كو جيرا سوره هذا قرما ني سوره المان مركن ني سومر حديث كو ني سومر ان فيليه سومر ان سومر ان سومر حديثك باب قران باب كاسان كو سومر وحي كلو نكون كرتا معنيها لانها صفه الرحمن الهي تلمانه كو تلمانا او الاحديه الصمديه يي سوره شيكتي وي مركا labada macnaba way ku noqonaysa. fa ana wuxuu anigu wuxuu waxaan jeclahay an aqraa biha inaan akhriyo tilmaamaha ilaahay inaan akhriyo oon dhuuxaan jeclahay. fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam wuxuu akhbiruhu u sheegay adoonkaasi anna allaha subhanahu wa ta'ala yuhibbu ilaahi inuu jecel yahay muttafaqun alayh. xadiidka waxaa ku jira inay sunnad tahay oo la akhriyo aayadaha iyo suuradaha ilaahay tilmaantiisu ay ku badan tahay oo fiirsada waxaa ku jira sunna inay tahay oo la jecel yahay akhrinta aayadaha xambaarsan tilmaanta ilaahay asmaadiisa. saxaabigu wuu doortay, wuu sheegay, nabiguna waa ku ayiday, bal wuxuu u sheegay amar rabbaani oo ilaahay subxaana wa tacala inuu ku jeclaada falka asaga adoonkaas. waxaa kaloo ku jira ilaahay inuu jecel yahay subxaana wa tacaala akhrinta iyo badinta suuradaha xambaarsan sifaadkiisa iyo asmaadiisa. adoonka muxuu yidhi tilmaan rabbi bay wadataa, waxaanan jeclahay tilmaanta inaan dhuuxun ku ceeshado carab ku macaanaysto xale ilaahina waa jeclay sida ayada walidaalika ku jeclaaday. waxaa kaloo ku jira ilaahay inuu jecliyo axadka jecel tilmaantiisa inuu akhriyo sifaadkiisa asmaagiisa. wa ana allaha yuxibu man yuxibu qiraata alaayaat wasuwar alati tataaman sifaatihi wa asmaaihi صفاته وأسماءه. طيب إذن إن تاسو معاني بحديثك وكيمت وحاكلوا فائدة كوا سورة الإخلاص فضل إذا أنت حديثه كوا صحي سورة كوا صحي مجرى لم يصح في فضل سورة من الصور ما صح في سورة الإخلاص. قال القاعدة وحلقة فاس ابن تيمية أحد هرتيش قال ما أرك أمكن ولا جبن الأيام لأنه سورة الله كتاب وشيخ كقري waxaa la yidhahdaa markaad rabto inaad wax fahanto ama masale aad salxaadho
أما تلخيص وكتاب تلخيصي أما وحكا ألف مربطة فنك وقعد كذا سي سبعين وكفر مود ميل صارتو كتاب بلغا ألفا مرقب وحكا ألفا يسو وحبا بعض أرورين وحبا بعض أخري هذه هين بعد سوتشيدي شه بدن بعد عبي ناس تودي نفطا كقباني وات رفادي نسن ميسد وات فولن مركز دم واحد بدن بكوفر ماهي هذا لو حكى اللي فين كتاب وين أو جامعة لمسائل الفن تلخيصي من بداية إلى نهاية خلاصة نتخص من كذا سكوت كتاب وين بدورنا إذا ما تروح حرب تاين أتفق الشافعي فانتو سيسو مثلا في عنا إنكار منين روضها سوقات تلخيصي كيف يجسبه هل مجلد يرى كان كسر سعر أو روضة شافعي فرية الشافعي الصغير بالقولي واقع دم هذا فندم بيلتاه إذا مرك واسدة معنو واسدة أول سورة الإخلاص وسورة القيام بدن تعدل ثلث القرآن قرآن هو التوحيد يا قصص يا تشريع وصدح ذا قرآنك ما كلا سوق قابيو تشريع وأمر يا نهي يا ملحقات كودية يا قصص يا أخبار الأنبياء والأولياء والصحيحين يا آخره يا أدون وحلا صهر يا وحس إيمان دون وح تاجن قصص يا التوحيد صدح ليس قيبوت بقى توحيد كقيبته عصليت بين صورة هذا الشيء والتوحيد القولي لو يقاني التوحيد القولي العلمي بالي هذا أصلا أنا أحب كوه الرية نين كان معبود كسجرانين ميو عابدا العبادة وبعد معرفة المعبود وطم سما أحد كأد عابودي وإن أهرت جرانا يسو توحيد كان مركز سورة الإخلاص أصل أطهي وحلو يقاننا في المصطلحات العقدية التوحيد القولي العلمي توحيد كأي كان سورة الكافر والنبي يقول إنك قصي حلا أنت أسولي وبراءة من الشرك القرن يسأل حلو يقاننا التوحيد العملي القصد الإرادي بل هذا التوحيد العملي القصد الإرادي منه وإخلاص الإرادة لله رب العالمين منه وإخلاص العلم والقول لله رب العالمين يلا بدأ صورت بكو كلا فردية ولذلك ونبي قال بدأ صورت كو أخري جري الصلاة ده ركعتين كالطواف ركعتين كفجر كهر رية ميلها سو نبي قلن شري أدبون أجعلا ومدن وفري جري إذن آياتها هي صور كحمبار سن أما يكب بدأيهن صفات كربي كأسماء ديسا وحبي ديريهن صورة ده كلا بدليل صورة دان بدليل آية الكرسي بدليل صورة الفاتحة أفر صدى جرانت إذا ما كلا فري وحي حمبار سن تفاتحه أدبو علوس ياي إخلاص ما كلا إيقو يتلمامها ربي وحمبار سن أدبو علوس تاي آية الكرسي محلولي وأعظم آية أنت يا ربي تلمانتي رمات إلى النهاية ما يدارك رمانتي أدبو معي وصفة الرحمن إذا سورة ذو وحي كل علوسي آية ذو ماها خير بدون كشكي وامحي وانت كل سابسين رب العالمين سابسنان طي علمك رب كل سابسين يوحبا ديريهن سورة ذاك لي آيالها كلي هوشا آدو أن لقوا برارو باب التحذير إذن إلهي محبدي سوحي كحران طي إناد كتوستو طريقي سا عرض ربنا وحي كحران طي إناد قرمرتو إلهي حقي سا انت سي هوشو كحران طي نينك الله جعلنا إلهي باجعلنا إياه دليل كإنو رب كجعلي هين وحاوي إناد كهاكتو ودديس إنو رب كن عبي هين وحلو قرن إياه إن أهل الخير كانوا كنا عان إلهي طريق لسنة خلافته باب التحذير من إذاء الصالحين والضعفة والمساكين وحبابي هاي مركز اسكتش وقعا ومزه أنت يرتسك مدرك باب التحذير دقيت بابي إن ليسك قدقوا من إذاء الصالحين دتك صوبا لبكو ضلال ديبو صالح وأنك إلهي كتوصا طريق إسا والقائم على أمر الله أيها الصالح الليلة يوضعفة جمع ضعيف جمع ضعيف يوضعك تاكتا دارا نقول لقو حيوك بدن يرهير التباريت إنا لقو ديغنين لقو تيكسنين يو المساكين جمع مسكين وأهم همد حديث ترجمة الشيخ عجدة التحذير من إيذاء من لا ناصر له من إيذاء من لا ناصر له لبد لدبو بلقاق ديغا يوضعك وحوه ليعان لهاي ويكرا دارتها هذا ظلم يسيء سوء بأنية شرعه إنه يقدك تي عاقبة حنا الدنيا عذاب آخرنا وعليه
ظالمشيسuba maalmu taagnaada in allaha la yumli lilظaalimi faida akhadahu lam yuflithu wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya zaalima in akhdahu aliman shadiid. Haddana waxaa sii daran inaad dulanto axad aan iska kaa celin karin, iska kaa kici karin, war maa iska kadaysi kudayn mahayo, iska foorarsanaya axadka aan la mayn, axadka aan micinsanaynin, dulmiga la dulmaay way ka daran tahay nin kuu dhigmo oo dulanto, iska ilaaliya. Dulanka aadama la dulmo waxaa ka sii daran buyuudda ilaahiye masaajid oo la dulmo, bayaha Nairobi hawshooda ku soo badatay, iska ilaaliya. Masjid baa la bixinayaa, bayd ilaahi baa la bixinayaa, waxaa arkaysaa asagoo la dulistay guryo degaan ah. Wahada xaaraaman biijmaaci muslimiin. Dhul masjid loo bixiyey dabaq iyo degan lama saari karo. U fiirsadahaad hawshaas way socotaa, hawsha islii bay ka socotaa. Aadama miskiin oo la dulmay baa laga hadli doonaa, ka warra bayd ilaahi iga kacaan ku dhahayno la dulmay. Laysa lillaahi shariikna nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Addoonkii ilaahay dartii loo bixiyo la xoreeyey buu nabigu diiday in lala wadaago Allah. Baytullaahi baad tidhaahdeen, korkana dabaq baad ka dhisateen ama guri baad saarateen, aad bilcaamiina ku barakaysataan, ku saxarootaan, masaajidka ku soo kaajaysaan, shuban baad ku soo daynaysaan. Ka warraba imaam ahlu sunna wal jamaaca waa xaaraan buu yidhi, waa axmed bin xambal, waa xaaraan, wuu tasriixiyey. ولم اعلم له مخالفا من اهل القبله اسك الى لي لبا ميد وي غور ادو اد لهيد غور ادو اد لهيد قول اد كبخيساي ان لو توكدو وا مسل حلك لو ما قال لي دورا تا هدا لك ان كهلاي ماشي مسجد لو جهحي اي مركو مسجد لوو تلا غلاي الى السماء السابعه غور لا دغه لما ساري كرو ila al-ard as-sabi'ana asaga iskala wa masajid buqada uu ku yaalo ila dhulka toddobaad masajid weeye masquul lagama dhisi karo, guri la siixdo lagu dara guta lagama dhisi karo, xagga hawada koro soo maaha. Ila samaa'i as-sabi'a wa masajid inaad fahantan bay ila tahay. Maraafiq waqfi'a waa dhib malaha oo marka doon la doon lagu tukan karo, laakiin musqul kor lama marin karo, hoosna lama marin karo, dhinacyaha waa in laga dhiso ama dhinacyaha kale la mariyo. Inta masjidkii lagu tukanayo korkiisan lama saari karo meel la degayo degaana, hoosisan lama geyn karo. Masjidka iskale waa goob masjid ah, ta hoosaaba khilaaf ku jiraaye middo kore wax khilaafa kuma ogi. Iska ilaaliya hawsha ayadaa islii bay ka socotaa, Bambaasay ka soo bilaabatay, asalkeedana Yurub ee galbeed bay naga soo aaday, haddana islii bay fara kul ku haysaa. Maalin dhow masjidka aad joogtaan qolyaha waxay dhahay intaan duunsano dabaqna qaata oo masaajid ka dhig, intakaan anagu aan dhisanno oo Soomaaliyeed oo boorsooyin lacag kula ordahaya oo maxaa jira waxaa la meeliyada fayabadhiina way noqotay, meel kalena way noqotay, kana way noqotay, culimaa fatwootay. Ninka warka ii keenay wixna kala qabsaday, xilli kaa idinka sheekayn doonaa. Waladiina qaala qaala allahu tabaaraka wa tacaala waladiina kuwa yu'duuna dhiba almu'miniina dadka muslimiinta ah iyo walmu'minaati dadka ilaaliya rasuulba rumeeya dhadiga ah بغير ما اكتسب اي من غير جنايه بلوجدا وحي سن كسبن كدبيا فقد احتملوا وحي حمبارتن دوشو اورتين بهتانا بين ابور يا واثما ذنب مبينا عضو بنان كيال الله سبحانه وتعالى حسن قالين دوفار يا دمير ان لا ديبو ذنب لان يغون بير كا داقين ديب كو غيسنين دري كا جبنين دوفار يا دمير بدان ديبي كرين اظن مسلم ومؤمن محمد مودا ودادو warka iskaba joojiba meesha bigayri maktasabu waxaa kugu jira ruux wuxuu kasbado in lagu dhibe karo, dhibki sharcigu uu jideeyay baa laga hadlayaa. Ruuxi sidaa gaalnimo ugu dhacin aan dhihi kara gaal baa tahay,
ومعاه جري لأنه اكتسب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. مفهوم آيات سبحانه في الصلاة آيات وأصل عام ميل والبيكو طابا ونكم حال أتكفيرس هذا هو سبي اكتسبوا كل نفس بما كسبت رهينة ولتجزى كل نفس ما كسبت. قرآن كما ينكتب علينا ما يا ما يا ما يا وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه شيك برلي وعرض الله وشيكي أفش ما يضمك براوي وانا يرني بان لي أفش مكبر ها ها لمده هي هي لمده نغتك نغتك لمده كير كير لمده محاندها محاندها لمده إلمي ووالان سوما وحي وضاق وحاسو كلاوي أفش ما يضمك براوي اللي دادا. وقال تعالى إلى وحيد فأما اليتيم أقونك صوما النبي الله فلا تقهر هدرقنها قصب وحسر بن شرعنا همارين أودها أشيغن هداد دونته. وأما السائل مثل توكسنا يبري وتمين فلا تنهر أقول قولين باب كسودين استحد من آياتنا نقصه مرة وحبك أقول نغر معين إن شاء الله تفسير كذا. وأما الحديث أحاديث كت من إلى الربين ددك صالحين تألو خير كآه إيو ددك تاك تدران إيا مساكين تمساكين هنا ومعنا جمعين هي فقراء مسكين كبا فكثيرة ويبضانتا منها وحاكم من حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة كمدع في الباب قبل هذا قصه مرأي الباب كأن كان كهر ريي وكب الله بيبع حديث وكب الله بيبع من عدا لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها وحاكم من حديث الباب كخصيص حديث سعد بن وقاص الزهري رضي الله تعالى عنه السابق قصه مرأي في باب ملاطفة اليتيم أغنك إن لورد مريو لورد دبع سناده باب كسودني صدحات بين كسوم مرة باب كوجه باب كسوي وباب كسودني صدحات. يا وقول النبي ويدي سبا كوجر تباب كان كسوم مرة حديث كي كله يا أبا بكر أبا بكر لئن كنت هداتا أغضبت متك علي بلال يا صهيب يا سلمان لقد أغضبت ربك ربك أبتك علي سي وأنا كسوم مرة أضمه وحاجرة عرضوه الله كعروانية شعيل كذا الله كوجد شعلان هي إذا مركوا إن لسقي صالحين تم حيلي يضعف هذا بلال يصيب سلمان حقة حالات اجتماعية ما كله في ضعف يا هايين حقة ما كله في حالات الدينينا صالحين بيا هايين أنت بوا إسكو درس ذي مركوا هالسني كودا وهذا وكي أبو بكر هال الجليه أتجي إذا ما يا ما نكو عرونين. وعن جند من عبد الله البجلي قال وحور السحابي ما يا ما دينك بجلي قال ما كواجر مع عبد الله البجلي قال وحور السحابي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح صلاة الصبح روحه تكذا رواية مسلم بمهم جدا في جماعة قيد كان مهم جدا من صلى الصبح من صلى صلاة الصبح صلاة الصبح روحه تكذا في جماعة كتكذا ورواية مقيدة لجميع الروايات المطلقة رواية أيضا نينك سأصبح كنت كذا جماع فهو أدون كاسي في ذمة الله إلهي مغنتي بكترا إلهي مغنتي بكترا فلا يطلب أنكم الله إلهي يوسى إذن كدل بني يوسى إذن دبقلن بلوش هذا دقر قوحيدا حديث كان حديث حديث أوغو أرغ حق تفسير كي اللقبينت أدبوغ أحلى أعلى لكن معنا أقول من زكفة فلا يطلب أنكم الله إلهي يوسى إذن دبقلن من ذمة مغنتيس بشيء أي بخيانة وجناية أطميسين مغان دع أطميسين درتيد ربي سنطالع إذن راعني فإن وري الشاني من يطلبه إله الروح الضبق له وذرهاديه من ذمته مغنتيس درتيد بشيء بسبب شيء أسمي حد قدو بكسمي درتيد يدرك ربي وهل لي واقبانايا إله نكو بحصن ميو بحصن كرا ملك موت بلغ بحصن وإما الله لغ بحصن إياه فرس يفطر الله بوبيبا من كما فكسد بر ملغ لو فسعي هذا فرس عيرسي هذا فطور بوبي سبب ملغ لسوداي ميا لغا بحسدا اللي هو ويني سو دير بالكور ثم انت ربي مركو قبت كذب ثم بعد ادراكه يكبه الهي وحكهم بورنيا على وجه وجه صنب عرار في نار جهنم نار جهنم قطوري رواه مسلم مسلم حديث كوري. اذا الدول مسلم او صالحه بحديث قد أوخسية نيك سادة إلى لي إيه ولي بس أصبح جماعة كنت كنية جريمة كي دم بكنا آدم كهي سنين إسك إلى لي هكو حد كتب وأنا قصومر قصيد سالم ابن عبد الله يد أحمرتي حجاج بن يوسف
ree banu umayya axad gudub badanaysa waxa kamid ahaa nin walba leey Uthman qulihi dilay buu la kulaha ama un maalin buu iyo mudaharaad ka qayb qaatay ama xubu buu soo rukusay ama biyo u shubay ama qulihi buu qariyay ama habeen sooray bay aad u dabagali jireen aad bay u dabagali xididkii u siibeen xilligii xajaaj baa la soo qabtay nin ninkii wax xidhan buu xajaaj baa Saalim u yeedhay Saalim oo kale buu seeftan qabo hee ninkaas ii xidhan xadhigka ka qoortana goobuuri xajaaj lama diyi ka seeftiis waana qaad adii kale adigaa maqan xajaaj waa taqaanaan kila soo istaagay yidhi haddaan dhaho albaabkaa ka baxa albaabkaas ka baxa qodkaa ka dareertaan dhiigna wii bannaan yahay buu sabadood meydan ku soo maray sunan abi daawuud wad garanaysaa bal ibtaraw firso waxaa dhe muslimiin ay kacahe albaabkaas ka dareera amiiro hadda kaasu iyo kan waa sumida balkanaan ka baxaynaa dhiigna way bannaan yahay halkaa ninkii gaadhay wey wuxuu aaminsanaa xataa dembiga adigu aad gashay in walaalkaa loo dili karo dembiga adigu aad gashay walaalkaa in loo dilo adeerkaa loo dilo hooyadaa loo dilo walaashaa loo taa dhasha loo dilo aaminsanaa shaydaan buu ahaa waraajixu kufruhu min cadu daliil hadda goor waa ka hadlay muslim ma aha taabiciin badanna way takfiiriyeen saciid ibn jubayr oo kamid iyo taawus ibn kaysaan mujaahid ibn jabr waxaa kamid ahaa shacbi ibraahim an-nakhci jamaaca min as-salaf baa takfiiriyey waxa ina xuseen aadan la soo taagan yahay ma aha seefti buu dhiibay wuxuu ninka soo dil wuxuu dhigay kan seefta wuu tagay ninkii wuu tagay wuxuu dhimay muslimaata mise gaal wuxuu dhimay muslimaana saaga salaad saxmad tukatay buu dhahaa waan tukaday seefti buu soo celiyay wuxuu xajaaj oo seefta igaho maxaa jira ninkii wuxuu leeyahay muslim baan ahay saakana waan soo tukaday duhurna weli lama gaadhin maxaan ku dilaa ninkii wuxuu leeyahay arduqan baa tahay ninka salaad buu ka tegay kumaana dilaynini waxaan ku dilaynay buu yidhi annahu caana calaa dami cuhmaan cuhmaan ibn cafaan dhiiggiisii ragga ku kaalmeeyey dilkiisii ka qayb qaatay ee dadka kaalmeeyey shayaadiintii dilay khawaarijtii reer masar iyo shayaadiintii masar kay soo duulay iyo kuwii ciraaq ka soo raacay in reer madiino ay duufsadeen iyo dadkii dilay dadkii kaalmeeyey buu ahaa buu xurha gaalnima uma dilaysa uma dilahayo salaad buu ka tegay umadiisa uma dil maxaa u dilaysaa cuhmaan dhiiggiisii buu ku caraabiyey in haa wuxuu haa huna man huwa awlaa bicuhmaana minni waxaanu reer bani cadi baan ahaaye meeshan waxaa jooga niman cuhmaan iga xigee seefta iyaga u dhiib ninkaa dileen waa gar hadee waa in la isfahmo ma ogtahay dhiiggiisa raggay lahaa ee iga xigay reer bani umaya dhoobar maxaad aniga rabtaa or iskata wax waalan baa tahay cabdullaahi ibn cumar oo madiina jooga loo sheegay in Saalim uu kaartada ku badbaaday seeftu qaatay uu yidhi muslim ma tahay haa salaadi ma tukata haa seeftigu waa xajaajo waniga waxaa loo dilhaya waa dowladay ku baxeen oo madaxweyne dileen oo kaalmo madaxweynaha dhiiggiisa haddii la qisaasanhayo tolkii baa jooga waa laga xigaa wuxuu oran jiray waa kayisun kayis aad buu u jeclaa Saalim dad carruurtiisu dhan ba ugu jecel garanaysa rawahu muslim baabu ijraa axkaami nnaasi cala dahri ayuu jooga ha layska ilaaliyo khulaasada waxaa weeye dadka muslimiinta xaqooda ha layska dhowro wallahu aclam.